بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي الطالب، نعود الآن لاستكمال محاضراتنا السابقة وللتذكير. كنا في المحاضرة السابقة قد تكلمنا على مشاهدة الميكروبات من خلال استخدام الميكروسكوبات، وتحدثت فيها عن أنواع الميكروسكوبات المختلفة بدءا من البرايت فيلد ميكروسكوب، ثم تحدثت عن الدارك فيلد ميكروسكوب، ثم تحدثت عن الفيز كونتراست ميكروسكوب، ثم تكلمنا عن الفلورسنت ميكروسكوب، وختمنا محاضرتنا السابقة بالحديث عن الإلكترومايكروسكوب بنوعيه. اليوم إن شاء الله سنتحدث عن عملية الصباغة وطرق الصباغة المختلفة. طب ليش أصلاً بلجأ للصباغة؟ قلنا إنه لأنه الكونتراست، التباين ما بين الوسط الموجودة فيه هذه البكتيريا ما بين البكتيريا نفسها بيكون قليل جداً، وزي ما حكينا قبل شوي وشبهنا موضوع بالسمكة البيضاء في حوض الماء بتشوفهاش بشكل واضح. ولاحظ بتكلم على سمكة أنت تشوفها العين المجردة، فما بالك بالبكتيريا دقيقة جدا لين كرياتها بالعين المجردة، هتصبح الأمر إيش ماله أصعب. فلذلك إحنا بنضطر لعملية الصباغة حتى تتحول هذه السمكة البيضاء إلى سمكة زرقاء أو حمراء أو خضراء أو صفراء، فلذلك يسهل عملية مشاهدتها. اللي بده يسألني إيش هذه الصورة اللي على الجنب، هذه بكتيريا اسمها إشريشيا كولاي. إشريشيا كولاي هناك بكتيريا أخرى أصغر منها في الحجم سبحان الله اسمها ديلو فايبرو بكتيريا. هذه البكتيريا تقوم بغزو خلايا بكتيريا إشريشيا كولاي وتختلطها وتتكاثر في داخلها وتتغذى على بكتيريا إشريشيا كولاي، بمعنى أن ديلو فايبرو هي بكتيريا متطفلة على بكتيريا الإشريشيا كولاي. الآن في المعمل هتتعلم أن الصبغات نوعين، إما أسيديك داي وإما الكلاي داي أو بيزك داي. البيزك داي في العادة بتحمل شحنة موجبة، أما الأسيديك داي فإنها تحمل شحنة سالبة. الموجب طبعا البيزك بنسميه إحنا الكاتيون، والأسيديك بنسميه الأنيون. البكتيريا بطبيعتها فيها حمض نووي، وهذا الحمض النووي بعطيها شحنة سالبة، فذلك البكتيريا لا تصبغ بالأصباغ الحامضية، لأن الأصباغ الحامضية تحمل شحنة سالبة والبكتيريا تحمل شحنة سالبة فيحدث تنافر بينهم. فذلك احنا عادة نستخدم في صباغة البكتيريا البيزك داي، وهذا البيزك داي احنا بنسميه البوزيتيف ستين. الصباغة الموجبة هي التي تصبغ الميكروب نفسه او السبيسيس نفسه او العينة نفسه. طيب لو احنا استخدمنا أسيديك داي مع البكتيريا ايش اللي بيصبغ؟ يمكن ان يصبغ الوسط وتبقى البكتيريا هي الغير مصبوغة، وهذا ما يعرف باسم النيجاتيف ستين. يبقى الفرق بين النيجاتيف ستين والبوزيتيف ستين، في البوزيتيف ستين مع البكتيريا بستخدم الكلاي او بيزك داي بتصبغ البكتيريا، لأن البيزك داي تحمل شحنة موجبة والبكتيريا تحمل شحنة سالبة. بينما في النيجاتيف ستين أنا بستخدم أسيديك داي، أسيديك داي بتحمل شحنة سالبة، بيحصل تنافر مع الخلية البكتيرية، فالناتج إيش بيحصل؟ الناتج إنه بينصبغ الباك جراوند المحيط وتبقى الخلية البكتيرية بدون صباغة. الصباغة، عملية الصباغة بقسموها إلى ثلاث أنواع من الصباغة. النوع الأول اللي بنسميه إحنا السيمبل ستين أو الصباغة البسيطة. وفي السيمبل ستين أنا بستخدم صبغة قاعدية واحدة. الواقع إنه بعض الكتب بتقسم السيمبل ستين إلى بوزيتيف ستين باستخدام الصبغة القاعدية، ونيجاتيف ستين باستخدام الصبغة الحامضية. أعطينا مثال على صبغة حامضية يا أستاذ، زي مثلا اندي انك أو النيجرسون ستين، هدول صبغات حامضية بتصبغوا الباك جراوند، بصبغوش البكتيريا. كتب أخرى بتخرج النيجاتيف ستين لحاله كنوع من أنواع الستين، وتتعامل مع السيمبل ستين على إنه صباغة باستخدام صبغة واحدة قاعدية. في كلتا الحالتين السيمبل ستين يتم استخدام صبغة واحدة فقط فيه.
فإذا كان بوزيتيف سيمبل ستيت فهو استخدام صبغة قاعدية واحدة. هذه الصبغة أنا بعد ما حضرت السمير تبعي أو الفيلم تبعي بعد ما حطيته فيكسيشن حطيته على شهادة باجي باخد أي نوع من أنواع الصبغة القاعدية البيزك دايت زي إيش؟ صفراني، كاربوفوكسين، ميثايلين بلو، كريستال فايلوت، كل هذه صبغات قاعدية. بروح وأنا حاطط نقطة هذه الصبغة على الشريحة لمدة دقيقة واحدة، خلال هذه الدقيقة البكتيريا حتتقبل الصبغة، حتدخل الصبغة إلى داخل الخلايا البكتيرية، ثم أقوم بعد ذلك بغسل هذه الشريحة بالماء وتجفيفها وفحصها تحت الميكروسكوب. أحيانا عشان الصبغة ما تخرجش من هذه البكتيريا بستخدم حاجة بسميها الموردنت أو المثبت. إيش بيعمل المثبت؟ المثبت أنا حطيت أول الصبغة صحيح؟ بعدين بحط الموردنت. الموردنت في داخل الخلية البكتيرية بيكون لي كومبلكس معقد ما بين الموردنت والصبغة. هذا الكومبلكس حجمه بيكون بحد كبير، فالصبغة ما بتطلعش بسهولة بعد ذلك من الخلية. طيب هذا السيمبل ستين ايش بيقدم لي؟ ايش بيفيدني؟ قال لك السيمبل ستين بديك ثلاث شغلات اساسية. بقول لك تحت الميكروسكوب ايش الشيب تبع هذه البكتيريا؟ ايش الشكل؟ والله هو كوكاي ولا بصلاي ولا كوماشيب ولا سبيروكايتس ولا سبيريلا، شو شكلها؟ والله هذه بكتيريا كروية، لا هذه بكتيريا عصوية، هذه كوكس، هذه بصلاي. بقول لك ايش الصايز تبعها؟ الحجم. بكتيريا زي بكتيريا ستاف الحجم تبع الخلايا تبعتها كبير، بالمقارنة بكتيريا زي ايش شكلها الحجم تبع الخلايا صغير. بكتيريا زي البصلص وهي جرام بوزيتيف بصلاي الحجم تبع البكتيريا ضخم كبير واضحة جدا. فالشيب الصايز، والشغلة الثالثة اللي هي ايش؟ الارنجمنت الترتيب. والله كل خلية بكتيرية جاية جنب أختها عامل زي السبحة بنسميها ستريبتو سبحي، لا جايين عاملين زي قطف العنب استفيلوا جريب سلايز زي شكل قطف العنب. فإذا أنا استفدت شيب سايز أند أرنجمنت. الآن بدأ العلماء يفكروا كيف ممكن استخدام عملية الصباغة هذه في التفريق بين البكتيريا. لو فتحت اي مرجع في الميكرو هتلاقي انه اساس توزيع التشار تاع البكتيريا بيعتمد على شغله اسمها الجرام ستين اللي هي عملها العالم جرام طبعا. فقسم البكتيريا الى نوعين، جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف بكتيريا. ايش الفرق؟ الفرق في التكنس السمك تبع الطبقه مهمه جدا في السيل وول تبع البكتيريا. هذه الطبقة اسمها طبقة البيبتيدو جلايكال. في الجرام بوزيتيف بكتيريا السيل وول تقريبا كله عبارة عن بيبتيدو جلايكال. في الجرام نيجاتيف تركيبة السيل وول معقدة شوية، جدار خلل معقد شوية، لكن نسبة البيبتيدو جلايكال عبارة عن أقل من 10% من مكونات السيل وول. طب يعني البيبتيدو جلايكال بتتكون من ايش؟ بيبتيدو معناته بروتين، جلايكال معناته سكر. وحنشوف احنا ان شاء الله في الشباب القادمة تركيب السيل وول بشكل اوضح. تعال نشوف ايش اللي حصل هنا. لو جينا نطلع على خطوات عملية الجرام ستين هنلاقي الجرام ستين عبارة عن اربع خطوات. في عندي برايمر ستين صبغة اسمها صبغة كريستال فايلوت، في عندي مثبت اللي هو الموردنت اللي هو الجرامز ايودايد، في عندي ديكالرايزر نازع اللون وهذا بستخدم يا اما ايطايد كونسنتريتد اضاءة الكحول الكحول الاثيلي المركز، يا اما طبعا بيكون تركيزه حوالي 96%، يا اما بستخدم كحول مع اسيتون 50% مقابل 50%. احنا معظم استخدامنا اللي هو الكحول المركز. وبعد الديكالرايزر بتيجي مرحلة اللي هي الكاونتر ستيت أو السكندر ستيت اللي هي الصبغة الثانوية. طيب
بين كل خطوة والتانية من هذه الخطوات دائما بعمل ووشنج بالدستلوتر، لازم أغسل بالدستلوتر. قال لك تعال يا أستاذنا اعمل لي عملية الصباغة، وفي كل مرة بتعمل الصباغة قل لي إيش الناتج. تصور أنك أخذت هذه الشريحة وشاهدتها تحت الميكروسكوب بعد كل خطوة. قلت له حاضر. حطيت في الخطوة الأولى صبغة كريستال فايلت لمدة دقيقة. الآن من سيقبل هذه الصبغة؟ هذه صبغة قاعدية، يبقى كل أنواع البكتيريا حتقبلها أو معظم للدقة، عشان نقول إن معظم أنواع البكتيريا حتقبل هذه الصبغة. فحلاقي إنه البكتيريا الموجبة لصبغة جرام والبكتيريا السالبة لصبغة جرام تصبغت باللي هو الكريستال فايلت، أعطت خلايا لونها فايلت توبيربول، يعني ما بين القرمزي اللي هو البنفسجي زي كده. طبعا جاي لون من لون اللي هو الصبغة، غسلنا بالوطن، جينا حطينا بعديها الموردنت لمدة دقيقة أخرى. الكحول ايش بيعمل؟ الكحول بيعمل عملية تثبيت وتقوية للصبغة داخل الخلايا البكتيرية. الصبغة عشان تدخل للخلايا البكتيرية بتدخل من خلال بوابات، من خلال مداخل خاصة. الآن هذه الصبغة لها حجم معين، بيجي الأيودايد بيرتبط فيها فبيعمل كريستال فايلت أيودايد كومبلكس. هذا الكومبلكس الصايز تبعه كبير، يبقى الصبغة عشان تخرج يا بده حجمها يصغر يا اما حجم البوابات بيتسع. بيجي الديكلارايزر اللي هو الكحول. لأن الكحول تعامله مع البروتينات غير عن التعامل مع الدهون. الجرام نيجاتيف بكتيريا قلنا السيل وول فيها نسبة البكتيريا جليكان قليلة جدا، بيعوض هذا الموضوع طبقة من اللي هو الدهون الليبيد. الجرام بوزيتيف ما عندوش الليبيد، هذا عنده فقط طبقة البكتيريا جليكان. بيجي الكحول بنحطه على البكتيريا الجرام بوزيتيف. قلنا البكتيريا جليكان عبارة عن بروتين مع سكر. البروتين ايش بيحصل له بالكحول؟ بيحصل له كوأجوليشن وديهايدريشن، يعني تطلع من المية وبيحصل فيه تخطرات. هذه الكوأجوليشن بتأدي انه البوابات اللي دخلت الصبغة يصغر حجمها، فالصبغة بتضلها محجوزة في داخل الخلية البكتيرية. بالمقابل الجرام نيجاتيف بكتيريا اول ما نحط الكحول على الدهون ايش بيحصل للدهون؟ بتدوب في الكحول، فاذا البوابات والمداخل ايش معناها؟ تتسع، فالصبغه بتطلع بسهوله مع الكحول. الخطوه الرابعه اضافه صبغه كاونتر ستيل، صبغه ثانويه، اي صبغه لونها احمر عشان يكون فرق في اللون بتنفع. صفرانين، كاربون فوكسين، الاثنين بينفع. طيب ما هو الجرام بوزيتيف بكتيريا بياخذ صبغه، مش هتاخذ الصبغه الثانيه. بينما الجرام نيجاتيف حتاخذ اللي هو اللون تبع صبغه الصفرانين اللي هو اللون الاحمر. يبقى لو جينا نتبع الالوان، حلاقي بعد اضافه الكريستال فايلوت الاثنين اخذوا اللون الفايلوت او البيربل، سواء كان جرام بوزيتيف ولا جرام نيجاتيف. بعد اضافه الايودايد، الايودايد ما غيرش من وضع شيء، برضه ضلوا محتفظين بنفس اللون. لكن لما اضفنا الديكلارايزر الجرام بوزيتيف ما فقدتش الصبغه، فضلت محافظه على اللون الفايلوت تو بيربل، بينما الجرام نيجاتيف فقدت الصبغة وتحولت إلى كارلس، بالكاونتر ستيل لما بضيفه اللي بياخد صبغة مش هتاخد صبغة تانية، فالفايلوت الجرام بوزيتيف فايلوت تبيربول حتضلها فايلوت تبيربول، بينما الجرام نيجاتيف حتصبح لونها أحمر. هاي الدياجرام بوضع عدد من الميكرو أورجانيزم اللي هو بعضها جرام بوزيتيف زي ما احنا شايفين ماخذ اللون البنفسجي، وبعضها جرام نيجاتيف اللي هو ماخذ اللون الاحمر. وزي ما انتم شايفين في اختلاف ايضا في الشكل، فلذلك الديفرنشال ستيل بيعطيني الشيب والسايز والارنجمنت والديفرنشيشن والتفريق. لما اشوف بكتيريا لونها فايلوت اقول هذه جرام بوزيتيف، لما اشوف لونها بنت اقول هذه والله جرام نيجاتيف بكتيريا. النوع الثاني من اللي هو الستيرين اللي بنسميه احنا الاسيد فاست ستين. الاسيد فاست ستين بيتعامل طبعا ايش يعني اسيد فاست ستين؟
يعني البكتيريا أو الصبغة المقاومة للحمض. ليش؟ لأن البكتيريا إذا أخذت الصبغة لا يستطيع الحمض إزالة الصبغة منها. كمان مرة، ليش بنسوي هذا النوع من الستيرنج الأزوت فاست ستير؟ لأنه إذا البكتيريا أخذت الصبغة وكانت موجبة لهذا الفحص أو كانت أزوت فاست بكتيريا، لو حطيت عليها أسيد أو أسيد الكحول لا تفقد هذه الصبغة. طيب مثال يا أستاذ، زي بكتيريا السل الرئوي المايكوبكتيريا تيوبركلوزيس، زي بكتيريا المايكوبكتيريا بليوبري، زي بكتيريا اسمها نوكارديا، زي بعض انواع الفطريات. ايش ميزه هذه البكتيريا؟ قال لك هذه البكتيريا على السيل وول تبعها من برا في طبقه من الواكس ليبيد، من الدهون الشمعيه. من مكونات هذه الواكس ليبيد مركب او حمض اسمه المايكوليك اسيد. وجود هذه الواكس لاير بيمنع اختراق الصبغه العاديه لهذه البكتيريا. لو واحد اجى سالك قال لك طيب بكتيريا السل الرئوي هذه مايكوبكتيريا توبركلوزيس، ستراكشر تبع السل وول تبعها جرام بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ اي ستراكشر تبعها جرام بوزيتيف، يعني طبقه البكتيريا الاكياس سميكه جدا فيها. طب ليش تصبغ طبقه جرام؟ اتس هارد، صعب تو ستين وذ جرام ستين. فعملنا لها اللي هو الاسيد فاست ستين. الاسيد فاست ستين بيستخدم صبغه الكربون فوكسين المدعمه بالفينول. وفي الاسيد فاست ستين هذه بنسميها اسم اخر اسمه الزيل نيلسون ستين. الزيل نيلسون ستين في طريقة الكولد ميثود وفي طريقة الهوت ميثود. احنا عاده بنستخدم طريقه الهوت ميثود اللي بعد ما نجهز السلايد تبعتي اللي علمنا كيف نجهزها، بنيجي بنحط على العينه صبغة الكربون فوكسيد وبنعمل عملية تسخين للسلايد. كيف نسخن السلايد؟ بنجيب السلايد على ووتر باط على حمام مائي بتغلي المية، فالستيم البخار بيعمل تسخين للسلايد، فبصير يحصل ايفابوريشن تسخين او تبخير للصبغة. هذه الحرارة بتساهم وبتساعد في اختراق صبغة الكربون فوكسيد الى داخل الخلية البكتيريا تبعت السل الرئوي. في زملاء اخرين بيعملوا الشيء، بيجيبوا قطنه فيها كحول بمروها على السلايد، نفس الفكره، بس احنا مش السلايد تنحرق او تتلوث من تحت. تمام؟ فالان لما اخترقت الصبغه البكتيريا بعدين ما تطلعش الصبغه من البكتيريا، بضل الصبغه داخل الخليه البكتيريه. فالخطوه اذا ان البرايمري ستين اللي هي الكربون فوكسين، هنا ما فيش مورتر، انا مش بحاجه لمثبت. امال ايش في؟ في ديكالرايزر اللي هو الاسيد الكحول، اللي هو الكحول الحمض. كيف بنحضره؟ الاسيد الكحول تركيزه 3%، بكل بساطه بدي كحول مركز وبدي اتش سي ال مركز اللي هو تركيزه 37%. باخذ 3 مللي، باخذ 97 مللي من الكحول بحطه في فلاسك، وباخذ 3 مللي من اتش سي ال ونقطة نقطة بضيفه على هذا الكحول، بعمل ميكس. طب ليش نقطة نقطة؟ لأن لو أضفنا الأسيد بسرعة على الكحول ممكن يحصل عندنا انفجار. احنا تعلمنا في الكيمياء إنه بضيف أسيد على مية أو على سائل بضيف نقطة نقطة مع اللي هو التحليل، يبقى أصبح عندي الديكالرايزر هو عبارة عن 3% أسيد الكحول، عبارة عن 3% أسيد الكحول. أنا باجي بعد ما أنا عملت إيفابوريشن غليان للشريحة من 5 دقائق، بعملها وشك بالمية، بحط عليها الأسيد الكحول، بعملها وشك بالأسيد الكحول. البكتيريا الأسيد فاست بكتيريا لن تفقد اللون الأحمر تبع الكربون فوكسيد، بينما أي نوع آخر من البكتيريا النون أسيد بكتيريا هيفقد اللون الأحمر. فبروح وأنا حاطط الكاونتر ستين اللي هو صبغة الميتالين بلو، أزرق الميتالين بحطه مدة دقيقة وبعدين بغسل، بروح بجفف الشريحة بفحصها تحت الميكروسكوب. حلاقي كل النون أسيد بكتيريا، أسيد ستين، نون أسيد فاست ستين بكتيريا ماخذة اللون الأزرق، بينما بكتيريا أسيد فاست ماخذة اللون الأحمر زي ما احنا شايفين بالشكل. واقعيا من خلال العمل في المختبرات تشخيص بكتيريا السل الرئوي زي المايكوبكتيريا توبركلوزيس صعب جدا. انا بحتاج على الاقل لفحص من 100 الى 200 فيلد
عشان اقول انه هذه العينه نيجاتيف، ما فيش فيها ولا حاجه. ليش؟ لانه عدد البكتيريا يكون قليل جدا في هذه الانواع من العينات. يعني المنظر انتم شايفينه العينه ما شاء الله كثيره، هذا منظر هو يعني عد سلايد هو تعمد يعطيك عدد كبير من البكتيريا. احنا عاده بنشوف اعداد اقل بكثير بكثير من هذا العدد. النوع الثالث من الستينك اللي بنسميه احنا السبيشال ستيت. السبيشال ستيت، السبيشال ستيت انا بعمل عمليه صباغه لعضية من عضيات البكتيريا، عايز اصبغ الاندوسبور، وحنتكلم في شابتر اخر عن تكوين الاندوسبور، اندوسبور فورم بكتيريا، زي بكتيريا مثلا الباسيلس، هي بكتيريا جرام بوزيتيف ولكن هوائية ايروبيك، وبكتيريا كلوستريديا جرام بوزيتيف ان ايروبيك بكتيريا، بكتيريا لا هوائية. هذول من مميزاتهم اللي بكونوا حاجة بنسميها ريستنج سيل، الخلايا الكامنة اللي بتكون عبارة عن السبورز الأبواب. هذه الأسواق تستطيع أن تبقى لسنوات في البيئة أو في أي مكان دون أن تفسد. ليش؟ لأن الخلية لا تقوم بأي دور، خلية كاملة تماما، وتش ترجع لما تحسن الظروف بترجع إلى وضع بسميح للجيرمينيشن، وهذه الجيرمينيشن بدين الخلايا تنقسم، فهنا تصبح يعني قوامتها أقل. ممكن اعمل انا ستيننج ليش؟ لحاجه اسمها الكبسول، والكبسول او اللي بنسميها المحفظه. الكبسول هذه زي الصوره رقم واحد، هذه الكبسول بتحيط في كثير من الخلايا البكتيريه لها عدد كبير من الفانكشن. مثلا وظيفتها انها بتمنع عمليه البلعه الفاجوسايتوزيس، بتساعد في عمليه الاتاشمنت تبعت البكتيريا، التصاق البكتيريا زي بكتيريا الستريبتوكوكس ميوتانس اللي بتعمل تسوس الاسنان، عندها كبسول حجمه كبير جدا جدا بيساعد على التصاق على السن. ايضا هذه الكبسول هي عباره عن الكي انتيجين، يبقى هي عباره عن انتيجين، كبسول عن انتيجين. ايضا هي سورس للكربوهيدرات لو حصل ستارفيشن، لو حصل جوع عند هذه البكتيريا. طبعا احنا حناخد اللي هو مثلا على سبيل المثال قضية الستيرنج تبعت الكبسول. احنا في الكبسول عندنا مشكلتين اساسيات. الاولى ان الكبسول نون ايونيك، نون ايونيك معناته لا بيحمل لا شحنة سالبة ولا موجبة، فلذلك بضطر انا ايش اعمل؟ بضطر اصبغ البكتيريا واصبغ الوسط المحيط بالبكتيريا، فتبقى الكبسول بدون صباغة. يعني الشكل اللي شايفينه عندنا اللون البنفسجي مثلا، هذا بيمثل داخل الدوائر البيضاء، هذا بيمثل البكتيريا، هذه صورة حقيقية. واللون البنفسجي اللي خارج الدوائر البيضاء يمثل الوسط. فأنا بصبغ البكتيريا بصبغة قاعدية، بصبغ الوسط بصبغة حامضية، بضل الكبسول النون ايونيك ما مش بياخد لون. فإذا أنا استخدمت الصبغتين لقيت حوالين البكتيريا في هالو زون، منطقة فاضية، كلرليس كلير زون، يبقى هذه بتمثل الكبسول. البكتيريا ما لهاش كبسول مش حلاقي حواليها هذه المناطق اللي شايفينها مش اللون الأبيض، أو هي حقيقة كلرليس لعدم أخذ الكبسول لأي 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 صبغة. الشغلة الثانية اللي بنواجهها مع الكبسول إنه الكبسول هيت سنسيتيف. يعني لو بدي أعمل فيكسيشن للشريحة حتتكسر هذه الكبسول. فأنا في صباغتي ممنوع أعمل اللي هو heat fixation، يبقى بحضر الشريحة وبجففها فقط. في عندي طريقتين بستخدمهم في الصباغة. في طريقة اللي بتعتمد على استخدام صبغة الـ NDA مع صبغة الكريستال فايلوت أو صبغة ميثالين بلو. وفي هذه الحالة هلاقي الباك جراوند أسود والبكتيريا بياخد اللون الازرق، واذا كان في كبسول حلاقي كلير زون حول هذه البكتيريا. الطريقه الثانيه اللي بدنا نستخدمها حديثا اللي هو استخدام الكريستال فايلوت ثم عميد غسيل بالكبر سلفيت، اللي هو نفس الصوره اللي احنا شايفينها امام. طيب لو رحنا على السلايد الثاني هي صباغه الاندوسبور. الاندوسبور ايش مشكلتها؟ قلنا الاندوسبور تتكون لدى بعض انواع البكتيريا
لما يحصل ديكريز في النيوترنت او ديكريز في التوكسيسيتي، لما تلاقي البكتيريا الظروف المحيطة فيها سيئة، هذه السبور بتكون محاطة بطبقة طبعا تنشأ داخل الخلية البكتيريا، عشان يسمونها اندوسبور فورمينج بكتيريا، يعني تطلع يعني تنشأ داخل الخلية البكتيرية، وعندما تكون جاهزة تموت الخلية الأم وتخرج الخلية البنت لكي تواجه اللي هو الانفيرمنت القاسي، وتكون ريستنج مرتاحة على الآخر. هذا الاندوسبور محاطة بطبقة اسمها الكوت، هذا الكوت بيحتوي على بعض المركبات زي الداي باي كولينيك أسيد والكالسيوم، وهذه مركبات تدي ريزيستنت لهذا الاندوسبور. يبقى عشان اخترقها بحتاج لصبغة خاصة، فأنا بستخدم صبغة الملكات جرين مع التسخين، وبعد ما أعمل نفس اللي عملناه مع أسيد فاست أسخن السلايد لمدة 5 دقائق بس مع إضافة صبغة الملكات جرين، وناخذ حذرنا في كل الصبغات اللي بيتم فيها التسخين إنه ما يحصلش جفاف للشريحة. لو حسيت الشريحة تجف بتضيف مزيد من الصبغة. بعدين باجي بعمل ووشنج بالووتر، يبقى الملكات جرين هي البرايمر ستين، وبروح وانا حاطط صبغة كاونتر ستين صفرانين ذات اللون الأحمر، وبرجع بأغسل في المية مرة أخرى. هيجي واحد يقول لي طيب يا أستاذ ما فيش هنا ديكالورايزر؟ هذا سؤال ذكي، لأنه في هذه الحالة الديكالورايزر هو عبارة عن الووتر. طب ليش؟ قال لك لأنه الملكات جرين بتتميز بأنها هايلي سولابل إن ذا ووتر، لكنها لما بتدخل الاندوسبور تطلعش بالمية من الاندوسبور. فيبقى نيجي نتبع الخطوات. الخطوة الأولى أنا حطيت على البكتيريا اللي عندها الاندوسبور حطيت ملكات جرين وعملت تسخين، البكتيريا حتصبغ بالأخضر والاندوسبور حتصبغ بالأخضر. لما باجي أعمل ووشنج بالووتر البكتيريا تلقائي بتفقد اللون الأخضر، يبقى الديكلارزر هنا مين اللي قام بدور الديكلارزر؟ اللي هو الماء، بينما الاندوسبور حطلها مقدار اللون الأخضر. هروح ورا ضايف اللي هو الصفرانين، صفرانين حتصبغ البكتيريا باللون الأحمر، يبقى حلاقي الخلايا بكتيرية تحتوي على اللي هو لونها أحمر، تحتوي على نقاط خضراء اللي بتمثل الاندوسبور. الشكل الثالث هو شكل الفلاجيلا، الفلاجيلا هو عضو الحركة لدى البكتيريا. هذه الفلاجيلا فاليتين رقيقة جدا لا يمكن رؤيتها لا بالعين المجردة ولا بالميكروسكوب. طبعا هذه الصورة اللي قدامي صورة مأخوذة بالميكروسكوب، كيف شفتها؟ قال لك ما احنا بنستخدم حيلة. ايش الحيلة؟ احنا بنستخدم صبغات بتعمل تراكم على اللي هو البروتين الفلاجيلين المكون للفلاجيلا. فلو انا اصبعي كان مش مرئي وحطيت حوالي لفاف، ضليت احط حوالي لفاف، بعد شوية مع السمك تبعه حصير مرئي. الفلاجيلا فاليتين بقاس بالنانوميتر، لكن الصبغات اللي بتتراكم عليها بتخلي التكنس يزيد لحد ما تشوفها. يبقى اللي احنا شايفينه هنا هو ليس الفلاجيلا، اللي احنا شايفينه هو التكنس تبعت الصبغة حقيقة التي المجتمع حول الفلاجيلا، التكنس تبعت الصبغة المجتمع حول اللي هو الفلاجيلا. هيك احنا بنكون استعرضنا في هذه المحاضرة نبدأ مبسط عن الميكروسكوبات اللي استخدمها في مختبراتنا، تكلمنا عن البرايت فيلد مايكروسكوب، تكلمنا عن الدارك فيلد مايكروسكوب، تكلمنا عن الفيس كونتراست مايكروسكوب، تكلمنا عن الفلورسنت مايكروسكوب، تكلمنا عن الالكترون مايكروسكوب، ثم انتقلنا وتحدثنا على عملية الصباغة. شفنا ان الصباغة 4 انواع: سيمبل ستين، ديفرنشال ستين، السبيشال ستين. أخذنا على سبيشال ستين 3 أمثلة: الاندوسبور، الاندوسبور ستين، والكابسول ستين، والفلاجيلم ستين. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه المحاضرة وأن تحوز على رضاكم، ونستقبل أي تعليقات أو أسئلة في أسفل المحاضرة إن شاء الله. أشكر لكم هذا الاستماع، ودائما وأبدا نقول لكم أن الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا هي مكانكم وهي بيتكم وهي
التي سترسل لكم مستقبلكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.